ينضم إلينا من سان بطرسبرغ الدكتور عباس حبيش، نائب رئيس المجلس الثقافي الروسي العربي. دكتور عباس، أهلا بك معنا. إذن الروايات متضاربة الآن حول استهداف السد، اتهامات أوكرانية لروسيا باستهداف هذا السد لإيقاف تقدم أوكرانيا بالهجوم المضاد، كيف تقرأ تلك الرواية؟ تحياتي لك سيد العزيز ولمشاهديكم الكرام. أولا لنتحدث عن هذا السد بكلمتين صغيرتين. هذا السد يقع في في الواقع العسكري داخل مناطق الجيش الروسي. يعني السؤال الكبير هنا، كيف الجيش الروسي يقوم بقصف السد أو بتدميره وهو موجود فيه؟ يعني هذه مهزلة فعلا تاريخية بالإعلام الغربي والأوكراني. هذه من ناحية. من ناحية ثانية لنتحدث جغرافيا يا صديقي العزيز، هذا السد منذ 6 أشهر وروسيا تحذر، حتى حذر نبينزي في ممثل روسيا في مجلس الأمن على أن يجب على أوكرانيا أن تقف عند حد مسألة قصف هذا السد، لأن قصف السد وتدميره سيكون كارثة على الطرفين، لأن الماء التي من نهر النيبر تصل إلى البحر الأسود تأخذ في طريقها مدن وقرى من الطرفين، من الطرف الروسي والطرف الأوكراني. هذه من ناحية. من ناحية ثانية عسكريا، عندما أتى الجنرال سورافيكين واعتبرت أوكرانيا والغرب كله بأنهم ربحوا المعركة في خرسون، هو أخذ قراره، لأن كانت هناك معلومات عند الجيش الروسي وكنا نحن المواطنين العاديين أو العارفين بعض الأمور نعلم بأنهم علموا بأن هناك قرار أوكراني بتدمير هذا السد، لأن مدينة خرسون هي تحت المنطقة الذي كان موجود فيها الجيش الروسي 35,000 جندي، لو حصل ما حصل اليوم لكانوا حوصروا داخل هذه المنطقة. لذلك هي أبدا ليست مصلحة روسية. لأكمل الموضوع أيضا، السد جزء منه يصل بالماء العذبة التي تحتاجها القرم. يعني لو هذا السد فعلا دمر نهائيا، حتى الآن لم يدمر نهائيا، يعني المنطقة العليا فيه، المنطقة السفلى إذا جرفتها المياه، وقد تحصل هذه القصة هذه القصة في خلال ساعات، يعني ساعتين أو ثلاثة، يعني سيكون هناك كارثة كبيرة جدا على أهالي تلك المناطق وأهالي تلك المدن الصغيرة. لذلك كيف لروسيا أن تضرب نفسها؟ كيف لتدخل نفسها بمسألة إخراج أكثر من 80 حسب ما تحدثتم قرية ومدينة صغيرة وضيعة إبعادها عن مناطق الخطر؟ هذا بالإضافة إلى الماء التي تحتاجه القرن. لماذا حصل هذا؟ لأن أوكرانيا لم تستطيع أن تفعل ما وعدت به الغرب بكامله من مسألة هجوم معاكس على الأراضي التي هي تحت سيطرة الجيش الروسي والتي اعتبرها الآن أراضي روسية. هم فشلوا، وكان الفشل ذريعا في الأمس. يجب التغطية الإعلامية الأخرى، والعالم الغربي يأخذ ما يتحدث فيه زيلينسكي ولا أبدا يأخذ بما يتحدث به. طيب، ولكن دكتور عباس يعني من المؤشرات التي أشرتها أوكرانيا على هذا الموضوع بأن القوات الروسية الموجودة بالقرب من السد قد انسحبت قبل يومين، وبالتالي وفق المخططات الجوية كما تقول أوكرانيا، وبالتالي الاتهامات لروسيا ما زالت قائمة. هذا الكلام غير صحيح أبدا يا صديقي العزيز. قبل أن نخرج على الهواء معاكم كانت هناك أخبار مباشرة من نفس المدينة نوفا كاخوفكا البعيدة 5 كيلومترات فقط عن السد، وكان عمدة هذه المدينة يتحدث ويرى يرى العالم بأجمعه كم يرتفع منسوب الماء من هذه المنطقة. لم ينسحب الجيش الروسي منها أبدا، هذا كلام غير صحيح، هذه الادعاية. وسأعطيك معلومة لمحطتكم، بعض الإخصائيين العسكريين الروس الذين لهم عندهم معلومات لنقل كبيرة جدا استعمل في الأمس في الساعة الثانية ليلا
قنابل نووية منظمة في تلك المنطقة، القنابل النووية القذرة بدأت بالحمل على الأراضي الأوكرانية. يعني تبقى هذه الرواية أيضا رواية روسية، كما للطرف الآخر روايات أخرى بالتأكيد ستكشف الأيام المقبلة دكتور عباس عن تلك الروايات. على كل حال أنا أشكرك شكر الجزيل من سان بطرسبرغ دكتور عباس حبيش نائب رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، شكرا جزيلا لك.